إذا بدنا نعدد بعض القصص اللي بنعملها غلط خلال النهار ونجرب نقول إنه بدنا نغيرهم، فينا نعد أولاً إذا نحن بنعمل سكيبينج للبريكفاست، إذا ما بنتروى، إذا ما بنعدد الوجبات، إذا منقفي وجبة الليل أو العشاء، إذا بناكل كتير سناكس أو إذا ما بناخد سناكس، خاصة إذا بنعمل سناكس قبل الدينر. إذا أنتوا بتعملوا شغلة من هيدول العوايد الخاطئة لازم تبلشوا تشتغلوا عليها.